الإخبار، حسبي أن أقدم للمتكلمين من جمهورية العراق التي تتربع في أكنة قلوبها، أقول لهم ما كنت أنسى جهدك المبذول في بحث أجيال تكون أولى. هذه الحضارات أنت واضع أصلها، هذه الثقافات أنت موقد نورها. نلتقي الآن مع كلمة الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي الدكتور جاسم الحلبوسي، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأفضل الصلاة والسلام على رسول الله. السادة الحضور، السيدات، كل باسمه وبمقامه الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، قال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. هكذا قول الله سبحانه وتعالى، وهذا الحوار بين ملك مصر وسيدنا يوسف عليه السلام. قال استخلصه لنفسي إنه لدينا مكين أمين. والأعزاء، ونحن في المؤتمر 32 لاتحاد الجامعات الدولي يعز علينا أن نكون سوية في هذه القاعة لنتكلم عن واقع مرير في بلادنا الإسلامية وخصوصا في بلادنا العربية. وأستشف من هذه الآية الكريمة إن الأزمة الحقيقية لبلداننا هي أزمة إدارة. وحينما قال يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض، توفرت ثلاث أساسيات في الموضوع. الأساس الأولى هو الموارد، والأساس الأهم هو تحديد الهدف الاستراتيجي أو البعد الاستراتيجي في الموضوع، وما يحقق هذا وذاك هو الإدارة المثلى. فحينما نتكلم عن الاستثمار وعن التنمية المستدامة، نحتاج في هذه المواضيع إلى إدارة حقيقية متمثلة لتكنولوجيا وتقنيات حديثة. نحن مع اعتزازنا بالماضي واعتزازنا الحضاري لعمق كبير لبلداننا خصوصا العراق وأغلب البلاد العربية والبلاد الإسلامية، تمتلك واقعا حضاريا يمتد إلى آلاف السنين، كان من خلاله أن تعلم العالم الحرف والكلمة والإدارة والبناء والمدني. لكننا نسينا هذا الماضي وأصبح واقعنا متردي ومتخلف. ومع الأسف كان المفروض أن يكون غير ذلك. مواردنا عظيمة، ونبتدئ بمواردنا وعقولنا البشرية. وإذ أقف بين أساتذتي وبين هذه القامات الكبيرة في اتحاد الجامعات الدولية، ومنهم أسماء كبيرة وعلى مستوى عالي، إذ يؤيد أن الموارد البشرية لدينا في بلداننا كبيرة وعلى مستوى عالي، لكن الذي عانينا منه هو إدارة هذه الموارد البشرية وعلى مستوى السياسي والإدارة العليا لبلداننا. كانت هذه النتيجة الإدارة السيئة التي أدت إلى تردي وتخلف كبير. حينما نتكلم
عن موارد بلادنا، فنحن نتكلم عن موارد عظيمة تبتدئ من الطين إلى تواجدات النفط والغاز مرورا بكل المعادن. لدينا احتياطيات هائلة نستطيع أن نعيش بها على مستوى عال إذا ما تمكننا من إدارة هذه الموارد. لدينا أيها الأخوة وكل البلاد العربية والبلاد الإسلامية موارد كبيرة تكفل العيش الحر السليم لكل أبناء هذا العالم الإسلامي الذي قد يطلب المليارين أو أكثر. لكن مع الأسف نرى أن شعوبنا مشردة وشعوبنا لاجئة بسبب الويلات والمصائب والحروب التي أتت جميعا من الاستهداف وأتت أيضا من سوء الإدارة. نحن نعيش في عصر هو عصر مأساة بالنسبة للشعوب، وحينما نتكلم عن الاستثمار والتنمية المستدامة إنما نتكلم عن حقوق لهذه الشعوب المسكينة. نتكلم عن ثروات هائلة جدا وتواجدات كبيرة للنفط والغاز ورقع مرشحة استكشافية للمستقبل. إن استخلاص استكشاف واستخلاص هذه الموارد لا يكلف شيئا، يكلف الشيء البسيط، والموارد والناتج الاقتصادي عالي جدا، لكن المستوى المعاشي للفرد متدني، والفقر هو فوق الخطوط الاعتيادية، والجهل حدث ولا حرج، ومستوى الصحة متردد، ومستوى التربية والتعليم يكاد أن يكون في بلداننا في نهايات الحسابات. أنا مع أستاذي الذي سبقني فأقول إن الأساس في تقدم الشعوب هو أسس التربية والتعليم وكذلك القضاء العادل. حينما نتمكن من تحقيق المعايير العالمية في أسلوب التربية في مدارسنا وكذلك حينما نصل بالتعليم العالي إلى المستويات التي تحقق المعايير العالمية وتصبح جامعاتنا من الجامعات الرائدة والجامعات التي تأخذ التسلسلات الأولى في العالم، من حقنا أن نقول نحن فعلنا شيئا. لكن مع الأسف نرى أن الخمسينات والستينات والسبعينات من العصر السابق أن مستوى التربية والتعليم هو أعلى من مستوى اليوم، وإن هذا التردي يراد له مراجعة حقيقية ويراد له تقييما حقيقيا. كانت جامعة بغداد والجامعة المستنصرية وجامعة البصرة والجامعات العراقية بمستويات عالية تناهض مستويات أوروبا ومستويات أمريكا، لكن التردي الكبير وصولا إلى عدم الاعتراف بشهادات جامعاتنا هذه المأساة. ومن هنا نبدأ أيها الأخوة في اتحاد الجامعات الدولية علينا أن نقيم الواقع تقييما صحيحا لنبدأ نضع الخط السليم والخط الصواب، ولنبدأ في هذا الطريق قد يكون طريقا شاقا وطويلا، لكن طريق الألف ميل يبدأ بخطوة. فلنبدأ بالخطوة والاتجاه الصح في إعادة الأمور في بلداننا إلى نصابها الحقيقي. في كل بلاد من بلادنا مأساة، مأساتنا فلسطين أولا ثم العراق فسوريا واليمن وليبيا وهكذا.
التسلسل يسير على الجميع. عدم الاستقرار وعدم وجود الأمن، هذا كله والتخلف في شعوبنا والتردي في الخدمات الصحية والتردي في التربية والتعليم، كله تعاني منه مناطقنا العربية. واليوم ندفع الثمن دماء وتهجير وهجرة ولاجئين في بلدان أخرى. برغم كل هذه المعارك وبرغم كل هذه الإمكانات الاقتصادية، حينما نتكلم عن بلد مثل العراق، إخواني الأعزاء، لدينا موارد هائلة، سواء كانت على مستوى موارد التربية والتعليم، فممكن أن يكون هنالك هدفا للاستثمار كبير في موارد التربية والتعليم، وفي موارد السياحة والصحة، وفي موارد الاستثمار المعدني، وفي موارد استثمار الهيدروكربونات. لدينا احتياطيات هائلة من المعادن والصخور التي تكون أساساً ومادة أولية لكل الصناعات، وكذلك في العراق وفي محافظة الأنبار تستكشف ثمار رقع استكشافية جديدة لتواجدات النفط والغاز، وكذلك إمكانيات هائلة للفوسفات بما تقدر باحتياطيات أولى في العالم، وإمكانيات واحتياطات تقدر ب200 سنة لاحق. إضافة إلى موارد المياه وموارد الموارد البشرية والعقول الكفوح، لكن مع الأسف أكرر إن المشكلة الأساسية في بلادنا هي مشكلة الإدارة لهذه الموارد. أتمنى لهذا المؤتمر النجاح والتوفيق والسداد، وأتمنى أن نكون قد وضعنا استراتيجية عمل وتخطيط سليم لمستقبل نرى فيه نتائج مثل هذه الاجتماعات. لا تكون اجتماعاتنا فقط كلمات وفقط لقاءات وفقط إنهاء وقت، يكون لتكون اجتماعاتنا بوصلة لمستقبل نكون قد حققنا لأجيالنا القادمة تنمية مستدامة فعلية، بوجود أسس علمية وبوجود أساسيات تكفل لأجيالنا السابقة العيش والأمن والسلام على بلاد مملوءة بالثروات، وثرواتها تكفي لعيش العالم كافة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.